حاولت أن أفتح أبواب جديدة. للأسف الشديد مع جار إيران لمدة 9 سنوات الماضية لم يكن هناك لقاء واحد، وللأسف كان يعتقد أو يصور أنه المشكلة الأساسية هي قطع المياه من إيران، وكذلك الحال مع جارة تركيا. كانوا تبريز الأمور بشكل غير عقلاني وعلمي لربما يؤدي إلى ضرر كبير في مصالحنا. لهالسبب الواقع فتحت أبواب جديدة وبلقاء بناء ومثمر منذ بداية السنة الحالية. نعم. وكان هناك لقاء مع وزير الطاقة الإيراني امتد إلى 2.5 ساعة، وضعنا به تصور دقيق عن مواضيع حيوية عديدة. نتج عن هذا اللقاء وعن ما لحق من لقاءات أخرى أن نهر الكارون حاليا يتدفق مفتوح هذه السنة في هذا الموسم من الصيف، ومياه شط العرب مياه عذبة. هذا أنا أعتبره إنجاز إلى تأثير إيجابي نتيجة العلاقات الطيبة والدبلوماسية الهادئة مع جيراننا بالجانب الإيراني. إضافة إلى هاي الخزين المتاح في سد درب اندخان حاليا أكثر من العام الماضي ب 600 مليون متر مكعب، وأيضا الخزين في سد حمرين أكثر من العام الماضي ب 200 مليون متر مكعب. هذه ما تحققت اعتباطا، هذه الزيادات جاءت من ماذا معالي الوزير؟ علاقات مع جار إيران، لأن وضحنا قلنا لهم لا يمكن أنا بشكل واضح وصريح أنه نمتلك 1200 كيلومتر معكم حدود طويلة وهناك مصالح مشتركة. أنت تفضلت وقلت هناك تبادل تجاري ضخم، هناك مصالح مشتركة، هل يبقى هذا الموضوع المائي على هذا الشكل؟ لا يوجد مشروع مشترك، لا يوجد عمل مشترك. فصار تفاهم. الحقيقة احنا عندنا هسه خطوات عملية باتجاه إيجاد تعاون مثمر وبناء في هذا الجانب. أنت الآن كنت تتحدث عن شفافية. نعم. وخطوات جيدة من إيران أنه أطلقت نهر. نعم. الكارون، والآن. نعم. نسب الملوحة قلت في شط العرب. نعم. ماذا عن بقية الأنهر التي. نعم. إيران غيرت مجراها وانكفأت إلى الداخل الإيراني؟ هل ضمن هذه المفاوضات. نعم. سيتم إعادتها. نعم. في المراحل. نعم. اللاحقة. نعم. نعم نعم، هذه الحقيقة أيضا أثرتها مع المسؤولين في الجانب الإيراني، وأكدت على هذا الموضوع، وقلت لهم في حالة هذه تعتبر مخالفة وفق القانون الدولي، وقلت لهم يفترض أن تأخذون بنظر الاعتبار حاجتنا من هذه الأنهر. أكدوا أنهم ماخذين بهذا المنهج، وقالوا في أي وقت إحنا عندنا استعداد. قلت لهم المفروض هذا يكون بتعامل مشترك، بجلسة مشتركة، بزيارة موقعية. بأبدأ استعدادهم للقيام بزيارة موقعية لهذه المواقع وتحديدها. ولهذا السبب هذه السنة واردات سد درب اندخان أفضل بكثير من العام الماضي. هذه السنة المجموع الخزين المائي في درب اندخان حاليا 1.8 مليار متر مكعب، أكثر من العام الماضي ب 600 مليون متر مكعب، وكذلك في حمرين. هذا مؤشر إيجابي. نعم.